أفاد مراسلنا بأن مصر تستعد لاستقبال 36 طفلا رضيعا من غزة، فيما عبرت أول شاحنة وقود تابعة للأونروا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلا أن الأمم المتحدة قالت إن الكمية ليست كافية على الإطلاق. وبيّن مراسلنا أن الشاحنة تحمل 25 ألف لتر من السولار مخصص لشاحنة الأمم المتحدة وليس للمستشفيات. وننتقل إلى مراسلنا أحمد مهران. أحمد، دعنا في صورة يعني ما يجري الآن من حولك وكل ما رصدته في طريقك الآن. نعم، اليوم يشهد معبر رفح زخما يعني أكثر من المعتاد بشكل يومي، من حيث دخول أول شاحنة وقود اليوم منذ بدء الحرب على قطاع غزة. هذه الشاحنة كانت تحمل نحو 25 ألف لتر من السولار، وتخصص هذه الكمية من الوقود لتشغيل شاحنات المساعدات الإنسانية التي تصل من الجانب الفلسطيني، وهي شاحنات تابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، تصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح لكي يتم نقل حمولة المساعدات الإنسانية من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الفلسطينية، ومنها يتم توزيع هذه المساعدات على النازحين في قطاع غزة وكذلك المصابين في المستشفيات. لكي نفهم الصورة أكثر، يتم هنا في نعم إذن البوابة أننا فقدنا الاتصال، تصل إلى الجانب معبر نعم كنت أشرح آلية إرسال المساعدات، حيث تدخل من هذه البوابة اليمنى على جوار تصل هذه المساعدات إلى في المرحلة الأولى إلى معبر العوجة نتسانا، حيث تخضع هذه الشاحنات للتفتيش من قبل السلطات الإسرائيلية، ثم يعاد توجيه هذه الشاحنات مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مسافة تستغرق نحو 100 كيلومتر. عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تقوم الشاحنات التابعة للأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني باستلام هذه المساعدات ونقلها في شاحناتها إلى الجانب الفلسطيني. منذ أمس الأول لم يتم استلام أي شاحنات من المساعدات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه الشاحنات الفلسطينية. طبعا وصول هذه الدفعة الأولى من الوقود إلى الجانب الفلسطيني يعني الاستمرار واستئناف عملية استلام المساعدات الإنسانية. هنا على الجانب الآخر نشاهد عدد من سيارات الإسعاف المصرية تدخل إلى البوابة المصرية من معبر رفح، وذلك لنقل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين وتوزيعهم على المستشفيات المصرية. ومن بين المصابين المقرر أن يتم نقلهم اليوم إلى الجانب المصري 36 طفل من الأطفال الحضانات الفلسطينية، الذين طبعا تسبب انقطاع الوقود إلى عدم القدرة على تشغيل الحضانات في المستشفيات داخل القطاع، لذا سيتم نقلهم اليوم إلى المستشفيات المصرية لاستئناف عملية إدخالهم إلى الحضانات في المستشفيات. نتحدث حتى الآن عن نحو 160 مصابا تم نقلهم منذ بدء عملية نقل المصابين الفلسطينيين في مطلع نوفمبر الجاري، وتم توزيعهم على المستشفيات المصرية، من بينهم مجموعة من الأطفال المصابين بالسرطان. طبعا الاحتياجات أكثر من ذلك بكثير، أعداد كبيرة من المصابين تحتاج حالتهم الصحية أن ينقلوا إلى المستشفيات المصرية بأسرع وقت، لكن هناك صعوبة كبيرة في نقل المصابين في سيارات الإسعاف من الشمال إلى جنوب القطاع، إلى جانب أن هناك احتياجات متزايدة داخل قطاع من المساعدات الإنسانية. نعم. هذه المساعدات موجودة بالفعل في الجانب المصري، لكن هناك عراقيل توضع، ومصر عبرت عن استيائها من العراقيل الإسرائيلية التي توضع في مسار هذه المساعدات، من حيث إجراءات التفتيش، من حيث عدم وجود الوقود اللازم لتشغيل الشاحنات الفلسطينية. وبالمناسبة هذه الكمية من الوقود التي دخلت اليوم لا تكفي إلا لتلبية 10% فقط من الاحتياجات الفعلية للأونروا، حسبما صرحت الأونروا في بيانها اليوم. شكرا جزيلا لك من العريش مراسلنا أحمد مهران، شكرا جزيلا.